هذه صورة للرئيس الأمريكي ريغان مع الصحفي محمد الصقر في أول لقاء للرئيس الأمريكي مع صحيفة عربية. رئيس الدولة التي تمتلك الحقائق كما تمتلك القدرة على صنع الحقائق، فرض الصقر نفسه كحقيقة في الصحافة الدولية على البيت الأبيض. حاول من خلال هذا اللقاء توجيه أسئلة جريئة حول فلسطين وحل الدولتين والاتهامات الموجهة لأمريكا بالاستفادة من الحرب العراقية الإيرانية. تزداد أهمية صحيفة القبس يوماً بعد الآخر، وبدأ الصقر يستكتب أسماء كتاب دوليين مؤثرين فضلوا إلصاق مقالاتهم مترجمة بالعربية على القبس. في الثمانينات، بالذات في الثمانينات وحتى في التسعينات، كانت الكويت محج إلى الصحافة العربية والعالمية. أنا حطيت في قسم صغير إلى مراسلي الصحف الأجنبية أن تعالوا عندنا استعملوا الفاكس، استعملوا التليفون، استعملوا هالمكاتب بلاش. سهلت مأموريتهم. مقابل؟ مقابل أن لما يروحون يراسلون جرايدهم يعطوني جزء من الأعمال الصحفية. يعني مثلا ديفيد هيرست كان مراسل الغارديان. ديفيد هيرست كان دائما يعطيني رسائل. كان باتريك سيل اصلا مشهور بعلاقاته ويا حافظ الاسد. اجاني يوم قال لي انا بكتب تاريخ حافظ الاسد، بس انا ما ابي السوريين يمولوني لاني ما راح استطيع اني اكتب اللي اريد اكتبه. قلت له احنا نمولك اياه، اكتب اللي تبي تكتبه والكتاب احنا نطبعه، بس شرط احنا نوزعه. هذا الكتاب يعني كان بمستوى كتب هيكل بالتوزيع، لأنه فعلا تكلم عن مجزرة حمات، رغم أنه يعني صاحب حافظ الأسد لكن كتب أشياء ما رضوا عنها النظام السوري. سبب لكم مشاكل هذا مع حافظ الأسد أو النظام السوري؟ إيه، منعنا من دخول سوريا. منعتم كرئيس تحرير ولا كصحيفة بشكل عام؟ كصحيفة.